استاذ محمد صباح الهنا على حضرتك. بونجور. صباح الخير استاذ نهوان. صباح الخير استاذ كريم. اهلا وسهلا. صباح عليك اكيد. ويمكن دي ثالث سنه بمناسبه ان انا وكريم قلنا ثلاث سنين في قناه النادي الاهلي بنتكلم عن كل سنه طبعا هذا الماراثون وبنتابعه وبيبقى اعتقد نسخه عن نسخه كمان ناجح بشكل كبير، لكن تفاصيل النسخه بقى تمنا لماراثون زايد والموعد وازاي كمان تم اختيار المكان، دي نقطه عايزين نكلم حضرتك فيها، وعدد المشاركين هذه النسخه وهذا العام برضو هل هو احسن واكبر من العدد السنوات اللي فاتت يا فندم؟ اتفضل. هي بشكركم مبدئيا يعني على متابعتكم دايما كل عام لماراثون زايد والتفاصيل الخاصه بيه، ويعني شخصيا بالنسبه لي اصبح ان احنا ندخل نتكلم في قناه النادي الاهلي اصبح تقليد الحقيقه، جزء من العمليه التنظيميه لماراثون زايد الحقيقه. ان انتم بقيت يعني الحقيقه من افضل الناس اللي متابعين كل التفاصيل الخاصه بهذا الماراثون، وهو يستحق الحقيقه يا استاذ نهوان. رائع جدا. تكلمي عن حدث انساني رياضي فريد بيشارك فيه كل الاعمار المصريين من ذوي الهمم من الاسوياء من الكبار اللي فوق 60 سنه. عايز اقول لحضرتك في بعض المشاهد يعني اللي حتى كانت موجوده في الصور والفيديوهات في النسخه السابقه في ماراثون زايد في الاسكندريه، عايز اقول لحضرتك ناس احنا عندنا ناس شاركت فوق ال 70 سنه. يا فوق ال 70 وحققوا يعني كويس وبتاع وعملوا نتائج كويسه وتوقيتات زمنيه هايله جدا في الوصول في ال 10 كيلو. انا مش بكلمك كمان في المسافه الصغيره اللي هي الاربعه كيلو. طب هاي حاله فريده جدا يعني ماراثون الاسكندريه ده كان الحقيقه كان عندنا اطفال اقل من خمس سنين مشاركين، يعني كان المشهد الاخير كده على كورنيش الاسكندريه كان حاجه الحقيقه تدعو للفخر لنا كلنا يعني. اكيد. النسخه الثامنه ان شاء الله باذن الله هتقام في العاصمه الاداريه نفسها من امام، تبدا نقطه الانطلاق من امام مبنى البرلمان الحي المال والاعمال، وتبدا بقى تاخد مسار كده في مسارين الحقيقه للماراثون للنسخه الثامنه. مسار 10 كيلو ده الماراثون الاساسي اللي بيشارك فيه اغلب الناس من سواء سيدات او رجال او شباب، وفي المسار الثاني اللي هو 4 كيلو وبيشارك فيه اخواننا من ذوي الهمم والاعمار السنيه اللي فوق 60 سنه والاطفال الصغيرين اللي تحت 10 سنين من حقهم يشاركوا في الاربع كيلو ده بس، وليه جوائز برضه مخصصه ليه اضافه الى الماراثون الاساسي او المسار الاساسي اللي هو 10 كيلو متر اللي هو بيدور فكره العاصمه الاداريه الجديده، وبيبدا نوع لحظه الانطلاق من امام مبنى البرلمان وبيروح بعد كده لحي الوزارات، بيعدي على حي الوزارات وبعد كده حي المال والاعمال، وبترجع تاني نفس النقطه عبر مسار الحوار العاصمه الاداريه كده جوه العاصمه الاداريه لنفس النقطه تاني امام مبنى البرلمان المصري في العاصمه الاداريه. حلو جدا. متوقع ان شاء الله ان يشارك، يعني احنا في نسخه الاسكندريه شارك معانا حوالي 30,000 سجلوا على الموقع وشاركوا الحمد لله. الجوائز كانت بتقدم ل 5,000 مشارك سواء بقى من ذوي الهمم من الاطفال من كبار السن من الرواد من الشباب من الماراثون الرئيسي او الصغير او الكبير. السنه دي ان شاء الله بتوقع ان يشارك معانا نفس العدد حوالي 30,000 سجلوا على الموقع ويشاركوا معانا، اضافه الى بعض الاعمال التطوير بقى اللي عملناها الحقيقه المره دي، يعني كل مره كده بنحاول نحدث في التفاصيل الخاصه باقامه الماراثون نفسه. دلوقتي كل مشارك جميع المشاركين هيبقى معاه شنطة موجود فيها شريحة تتبع متوصلة على سيستم موجود في الكنترول روم بقى اللي هي بتتحكم في الماراثون كله وبتتابع الماراثون كله وبتحدد فكرة السباق ده، وده بيطبق بالمناسبة في كل السباقات الرسمية العالمية يعني. كويس أوي. سباقات الجري يعني. تقدر تحدد كده تشوف ده متقدم ده خلاص ده وصل للسباق بدون بقى أي مشكلات أو أي حاجة تتعلق بالتفاصيل الخاصة بالمسار بتاع السباق نفسه إن شاء الله يعني. جميل كمان يا فندم إن أنتم بتهتموا بإن يعني في بعض الأحيان بيبقى في نسخة من هذا الماراثون موجود في محافظة ساحلية ما من محافظات مصر، فكرة تشجيع السياحة الداخلية، فكرة تشجيع الناس على ممارسة الرياضة. وبالمناسبة عايزين نعرف من حضرتك انعكاسات يعني استدامة هذا الماراثون بشكل سنوي ووجوده معانا بشكل سنوي على نسبة مشاركة الناس ونسبة اهتمامهم بالرياضة بشكل عام مش بس الجري أو المشي، يعني أكيد أنتم لامسين إن كان لهذا الماراثون انعكاس مجتمعي بشكل أو بآخر. طبعًا كبير جدًا، شوف عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا من يعني من الناس على مستوى الشخصي كده اللي عشت تجربة حوالي 4 نسخ من هذا الماراثون السابقة مباشرة، إحنا الماراثون بدأ في مصر النسخة الرئيسية بتاعته 2001 في مصر، بدأنا نستضيف هذا الماراثون بداية من 2015 ولمدة 7 نسخ في القاهرة وفي الأقصر وفي الإسماعيلية وفي السويس وكانت الأخيرة في محافظة الإسكندرية. الحقيقة من المناقشات اللي بنناقشها مع الجانب الإماراتي يعني هو من أفضل النسخ لأن ماراثون زايد أقيم في أبو ظبي وأقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من نسخة. في ميامي وفي فلوريدا وفي كذا ولاية أمريكية أقيم ماراثون زايد، لكن الحقيقة دايماً النسخة المصرية أصبحت لا الصوت بيوطى أنا مش سامع، أنت سامع كويس؟ النسخة المصرية معلش ممكن نعلي شوية يا جماعة بعد إذنكم؟
اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور. يعني الحقيقه النسخه المصريه اصبحت لها طابع مختلف جدا، سواء من ناحيه عدد المشاركين، والاهم بقى اللي فارق جدا مع اشقائنا في الامارات هو التجاوب المجتمعي والشعب نفسه. عايز اقول لحضرتك واحنا في النسخه السابعه في محافظه الاسكندريه، رغم ان المشاركين عدد كبير و30,000 مشارك من كل افراد الاسره المصريه، لكن المتابعين من المجتمع السكندري نفسه، من الشارع نفسه، عشرات الالاف. ناس واقفه في البلكونات، الناس بتتابع، الناس واقفه في الشوارع، رغم ان احنا بنتكلم في ماراثون بينطلق بدايه من 7 صباحا. اصل خلي بال حضرتك من حاجه، انا اقدر اكلمك عن المجتمع السكندري في هذا الاطار، لان الجوجينج عموما من ثقافه السكندريين، يعني دي من المناظر اللي حضرتك تشوفها يوميا كل يوم حتى في عز الشتاء بطول كورنيش اسكندريه، بتلاقي سيدات ورجال وبرضو اطفال من مختلف الفئات العمريه كلهم بيمارسوا رياضه المشي او جري على الكورنيش. حضرتك عارف يا دكتور ان كريم من اسكندريه اصلا. طبعا. لا ده حقيقي فعلا. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ كريم، احنا كنا الماراثون بدا الساعه 7 صباحا في 23 ديسمبر، يعني بتتكلم برضو في الشتاء والجو برد وكان في مطره خفيفه جدا، لكن كل اسكندريه كانت متابعانا. اكيد هي كانت حاله يعني فريده جدا الحمد لله. لكن الاهم بقى في كل ده الحقيقه ان انت اصبحت تمثل النهارده علامه، ماراثون زايد النهارده علامه في العلاقات المصريه الاماراتيه، اصبح علامه في الممارسه الرياضيه. احنا من دلوقتي الناس بتبدا تبعت لنا على الصفحه الرسميه للوزاره، بقالنا اسبوع تقريبا من ساعه ما اعلنا عن المؤتمر الصحفي، فتح باب التسجيل، المشاركين، الجوائز. احنا الحمد لله السنه دي قدرنا كده، يعني ما احنا والجانب الاماراتي نعلن عن ان الجوائز هيتم مضاعفتها. السنه اللي فاتت كانت 5 مليون جنيه، السنه دي هنخلي الجوائز 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه هتتم توزيعها ازاي؟ لا يعني ممكن حضرتك برضو تشرح لنا اكتر. بنوزع الجوائز وفقا لعدد المتسابقين الاجمالي اللي هو مثلا احنا بنتكلم في 30,000، فبيتم تحديد على حسب ساعتها التسجيل بقى. احنا السنه اللي فاتت كنا في الاسكندريه 30,000، فتم تحديد 5,000 متسابق هياخدوا جوائز، سواء بقى من الاطفال، من ذوي الهمم، من السباق الصغير، من السباق الكبير، بالترتيب وفقا للوصول مقدما يعني. لكن كويس. بتبدا طبعا الجوائز الاعلى بتبقى في المقدمه، يعني المركز الاول والثاني والثالث وهكذا، لكن 5,000 مشارك بيحصلوا على جوائز. جوائز ماليه بالمناسبه يعني. حلو جدا. طب الريفينيو بقى او العائد اصلا اللي احنا الشق الخيري اللي اتكلمنا عنه يا دكتور ده بيروح لايه المؤسسات اللي بيذهب ليها؟ يعني هو كل سنه بيتم تحديد احد المستشفيات العلاجيه بنستقر عليها اللي هي بتقدم خدمات طبيه في مصر بالمجان، سواء بقى قبل كده مستشفى اهل مصر، السنه دي ان شاء الله مستشفى الناس، وبننسق معاهم وبكل التفاصيل لان هم بيشاركوا معانا من دلوقتي وكانوا موجودين معانا في المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن التفاصيل، ممثلي مستشفى الناس، بكل العائد الخاص بالماراثون، سواء بقى من الرعايه، من بشكل مباشر، من كل شيء بيروح لمستشفى الناس وهكذا. يعني احنا كل نسخه من الماراثون زايد بتروح لاحد المستشفيات العلاجيه. ده الحقيقه يعني برضه حاجه مهمه جدا وبتضيف دايما للماراثون اضافه كبيره جدا، ان انت كويس. دايما مرتبط كل سنه باحد المستشفيات العلاجيه اللي بتقدم خدمات علاجيه مجانيه. لو انتوا احسنتوا الاختيار مستشفى الناس بصراحه، يعني من خلينا نقول المؤسسات او المستشفيات اللي فعلا بتقدم يعني تشاريتي او اعمال خيريه كتيره جدا وبتساعد فئات بشكل كبير جدا واعداد كبيره، انا نفسي شفت ده بعيني يعني، فاختيار موفق بصراحه النسخه دي. ده حقيقي. خلي بالك يعني احنا هنا في مصر الحمد لله مؤخرا يمكن بقالنا يعني 4 أو 5 سنين كده، لو تلاحظ هتلاقي ان المؤسسات العلاجيه اللي بتقدم خدمات للمجتمع المصري وبالمجان وغير هادفه للربح الحقيقه بدات يبقى لها شكل دولي كمان، يعني مستشفياتنا سواء اهل مصر، مستشفى الناس 57، كل هذه المؤسسات اللي ظهرت على الساحه المصريه الحقيقه لا يعني بتلقى رواج وسمعه طيبه جدا، مش بس في مصر، بره مصر كمان يعني. صحيح. عايز اقول لك احنا الناس في الجانب الاماراتي لما بييجوا يتكلموا معانا في تحديد المستشفيات او المؤسسات اللي هيكون اللي هتحظى يعني بالدعم الخاص بالماراثون، هم عارفين كل هذه المستشفيات. يعني هذه المستشفيات الحمد لله دورها بيتعاظم يوم بعد يوم. صحيح. لدرجه انها الحمد لله بقت لها سمعه تقريبا يعني اقليميه وفي المنطقه العربيه بشكل كامل يعني. صحيح. وربنا يكرمهم على بيعملوه بصراحه، بيساعدوا شرائح كبيره جدا من المجتمع يعني. انا اخر حاجه عايزه بس اسال حضرتك فيها انا وكريم، تسمح لنا يا دكتور، هل لسه في يعني الباب مفتوح للمشاركه؟ وهل المشاركه ان انا اروح مثلا لازم اقدم اونلاين ولا ممكن يبقى بشكل مختلف، مثلا اروح على طول وبعد كده يعني؟ خلينا نعرف. لا هو التقديم كله اونلاين طبعا، احنا اعلنا عن فتح باب التسجيل بالامس مع المؤتمر الصحفي، وبتستمر بقى عمليه التسجيل يعني لفتره مش قبل مثلا بنتكلم تقريبا 18 ديسمبر اللي جاي، فتره كبيره جدا بنتيحها للناس للتسجيل.
وبنبدا نغلق بقى باب التسجيل مع تسليم الشنط الخاصه للمشاركين في ماراثون زي. يعني بمعنى ان احنا بنعمل فترتين لاستلام الحقيبه اللي هيمارك للمشاركين. موفقين ان شاء الله يا فندم، واحنا ما عندناش ذره شك ان شاء الله النجاح المره دي هيكون اكبر بكثير كمان. نحاول نشارك بقى يا كريم من كل الناس، طالما جوايز وصلت للدرجه انا هدور على اثنين شبهي زي كده، فيلم كده رضا احمد حلمي واشارك في البلد. فندم موفقين، وكمان ربنا يبارك لكم على اللي بتعملوه. الحقيقه حاجه عظيمه جدا، وفكره ان يبقى في دمج بين الرياضه وبين العمل الخيري والتطوعي دي حاجه عظيمه جدا، بنحييكم عليها وبنشكركم عليها وبنتمنى لكم فيها كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا ليك يا دكتور محمد جدا، وبالتوفيق طبعا.